التي ستنطلق في هذا الشوط الأول الرئيسي، هذا الشوط القوي. ونشاهد الانطلاق الآن، تمت، بسم الله نبدأ، وعليه سبحانه وتعالى نتوكل، ومنه نطلب التوفيق والسداد. انطلقت سبعة، انطلقت هذه الأسماء وتعدادها في هذا الشوط 17 اسما، يعني هذا العدد نخبة النخبة يا متابعينا ويا مشاهدين. أقوى أشواط الجداع البكار في هذا اليوم، وأثمنها قيمة حيث رصدت للمركز الأول جائزة نقدية قيمة، تتواصل الجوائز النقدية القيمة حتى المركز العاشر، وبالإضافة إلى الجوائز النقدية القيمة هناك تأهيل لأفضل توقيتات لسباق الخليج القادم الذي سيقام في أواخر هذا الشهر في شهر نوفمبر. إذن مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول هملولة السهيل بن سلطان بن رشيد الاكتبي ترقص على أرضية الميدان وتتقدم منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء. يا سلام، أول كيلو متر نشارف على انقضائه. نواصل مشاهدينا الأعزاء بالتعرف على المركز الثاني، غزالة ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، تنطلق هذه الغزالة الجميلة. الدور دور المركز الثالث، الوصول من دمعة للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري، بينما المركز الرابع هنا رمعة لصالح بن حمد بشريده المري على المركز الرابع وخامس المراكز. ومن تحتل المركز الخامس يا متابعينا الاعزاء، القدوم من انتزاع عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، وتنتزع انتزاع في هذه اللحظات المركز الخامس، ولكن اعود الى شعار بن رشيد دكتور الاصايل الخبير، الدكتور الخبير في هذا المجال وفي عالم التضمير، يقدم لنا هملولة اللي جرت الشوط منذ الانطلاقة وابتعدت ابتعاد كلي قادمة من المرموم للمشاركة هنا على أرضية ميدانها ما بين بين إخوانه أيضا وفي محله الآخر. بن رشيد يرحب نيابة عن اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بكل ضيوفنا الكرام. هذه هملولة سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، بينما المركز الثاني، الله يا سلام، غزالة 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 على المركز الثاني، أخذت تقترب غزالة من هملولة في هذه اللحظات وتقلص الفارق وتنطلق انطلاق ممتاز في هذا الشوط الممتاز في هذا الشوط القمة. غزالة تعود ملكيتها لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، التضمير مع الدكتور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي أحد الخبراء المميزين. محمود الدور دور المركز الثالث، أيضا اسم قوي، اسم قوي وخطير. هنا التقدم على ثالث المراكز، هنا دمعة للدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري، من قدم لنا الذئبة في صباح الأمس وانتزع الشوط الأول للقاية. هذا هو الشعار يتواصل في هذا اليوم وفي هذا الشوط الرئيسي. ننتقل ونواصل لنتعرف على المركز الرابع، هنا الآن على المركز الرابع رمعة صالح بن حمد بن صالح بوشريدة المري، بينما المركز الخامس ما زالت انتزاع لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي على المركز الخامس. هذا هو ندائنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وهملولة على الصدارة ما زالت ترقص على الكادر الفوقاني الرقص الممتاز والأصيل. هذه هملولة المسافة 6 كيلومترات يا متابعين قناة الريان، يا مستمعين أثير الراديو، ولكن 6 كيلومترات الآن تنتصف أمام هملولة وأمام بقية المشاركات. لمن هذا الشوط؟ لمن هذا الفخر يا مشاركين يا مضمرين؟ فخر، وأي فخر، انتزاع الشوط الأول الرئيسي وأيضا اختطافه أمام كل هذه الجماهير والمتابعين والرياضيين والحاضرين. ما زالت هملولة أيها الأعزاء تضرب بيد من حديد حتى هذه اللحظات وهي سيدة الموقف مع دكتور الأصايل، ولكن الموقف ما يطمن. أرى الدكتور راشد بن حمد بالزفنة
العفاري قادم يا علي بن رشيد، قادم 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 مع هنا مع احدى المشاركات القويات مشاهدينا الاعزاء. هنا القدوم من دمعه لراشد بن حمد بن زفنه العفاري على المركز الثاني، بينما غزاله على المركز الثالث لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري القادمه من الغربيه الدور دور المركز الرابع. وهنا رمعه لصالح بن حمد بوشريده، يلا يا صالح يبغي يرمع الشوط الرئيسي، يبغي ويتمنى رمعه هذا الشوط وايضا اصطياد هذا الشوط. المركز الخامس الوصول من العنود مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، هل من العظام قادمين في هذا اليوم الله. ولكن 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 السلام ايها الاعزاء، حتى هذه اللحظات ما زالت مع هملوله اللي قامت راس، وحتى هذه اللحظات ما زالت تسيطر ولا خطوره ابدا على ولا خطوره عليها حتى هذه اللحظات. واقول ما عليها خطوره لانه يرافقها خبير لقب بدكتور الاصايل علي بن سلطان بن رشيد الكتبي. الله يا ابو سلطان، الله يا ابو سلطان، سلامي عليك يا اخوي على تقديم هملوله وعلى تضميرها وعلى تحضيرها في هذا الشوط الاول الرئيسي، شوط حساس 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 يا اهل الهجن. 2 كيلومتر يا متابعين، وما زالت هملوله تبتعد ايها الاعزاء، تبتعد 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 ابتعاد كلي عن بقيه المشاركين. الان الملاحقه بدات ورفع رايه التهديد، العنود لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنا رمعه لصالح بن حمد بوشريده المري، ورابع المراكز هنا للدكتور راشد بن حمد بن زفنه العفاري واسمها دمعه، بينما المركز الخامس الوصول من انتزاع عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي 1500 متر وهملوله بن رشيد على الصداره. الله يا هملوله العصا في الابطال ومثبت تثبيت العصا مثبتينها وما تحتاج العصا، هذه قامت راس مشاهدينا الاعزاء وتقترب وتتجه الى الكيلو الاخير في هذا الشوط الخطير، هذا الشوط الاول الرئيسي، شوط يتمنى انتزاعه بقيه المشاركين. الله يا هملوله، اشوف الاعصار الغربي قادم بثنتين، قادم بثنتين وشل، وايضا هنا وايضا هنا الغربيه تحرك الاعصار الغربي. المركز الثاني العنود مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، هل يكون الفوز مع ال 1200 متر الاخيره لشعار بن رشيد ام يكون للغربيات كلام في هذا الشوط؟ الغربيات الخطيرات وشعار الشهواني ايضا خطير. الله بن رشيد روح يا بن رشيد، روح يا بن رشيد، ارى الخطوره قادمه. يا سلام يا سلام يا سلام، الله العنود 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 والغربي، ولكن العنود مشاهدينا الاعزاء والعصا قوس غيرت مجريات الامور، غيرت مجريات الامور والخطوره واصله من هل الغربي. وشل 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 وشل، تريد ان تنتشل ناموس هذا الشوط، ولكن العنود شحانيه غربيه. هذه المنافسه يا متابعين، يا سلام العنود 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 وخبرة المرعب وأشقاء المرعب وأبناء المرعب في هذا الميدان يزلزلون أرضية الميدان، والعصا قوس مشاهدينا الأعزاء، ولكن وشل وشل، لا والله هلم العظام هلم العظام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله سلامي عليكم يا هلم العظام، سلامي عليك يا المرعب، ويا مبارك بن مبارك بن مسفر الشهواني على هذا التضمير وعلى هذا التقديم. خيرة الأشواط مشاهدينا الأعزاء يتجه إلى هلم العظام، سلام من العظام، سلام سلام شحاني، سلام سلام وتحية واحترام، وأسعد الله صباحكم في هذا اليوم، يوم مميز يوم جميل أكملت هذا اليوم وجماله العنود بهذا الفوز. تهانينا تهانينا لناصر بن مسفر الشهواني المرعب والمبارك بن مسفر الشهواني ولمشجعين شعار المرعب. لحظات الوصول سلام من العظام، سلام لحظات الوصول تهانينا، والناموس المركز الثاني. المركز الثاني وشل عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المركز الثالث
الغربية لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المركز الرابع رمعة صالح بن حمد مشريدة المري، بينما المركز الخامس انتزاع عنزام بن محمد بن عنزام بن خاتم النعيمي. تهانينا والناموس لأم العظام في هذا اليوم. السلام اتجه في هذا الشوط الأول الرئيسي إلى منطقة أم العظام وإلى وين يسكن، مبارك بمسفر الشهواني على هذا الفوز العنود لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. 9:37 38 جزء من الثانية، التوقيت جدا ممتاز ومميز في هذا اليوم. تهانينا للشهواني على هذا الفوز، والتهاني للمرعب الكبير المضمر القدير ناصر بن مسفر الشهواني على هذا الفوز في هذا اليوم. المركز الثاني وشل 9:42 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وأيضا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري ولمحمود بن محمد الوهيبي. المركز الثالث الغربية والتوقيت 9:46 12 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك الغربية ناصر بن محمد.